أنا بسألك عن يعني بختم هذه الحلقة مع الشيء المقابلة اللي يعني اعتبروها الناس هي نقلة وشيء غير طبيعي وغير تقليدي على مجتمعنا، اللي هي قضية مقابلتك الرياضية مع صحيفة الشرق. في البداية يعني أنت أعلنت عن تشجيعك النصر في صحيفة الشرق، يعني عندنا إحنا المتدين فضلا عن الشيخ لا يليق به التشجيع والاهتمام بكرة القدم، وأنت طلعت في الوراك لوحة جامع محيسن وحاط علم النصر جنبك وقلت أنا أشجع النصر وطلعت هذا الحوار. قضية يعني وين الصح، قبل ولا الحين؟ المتدين يشجع ولا ما يشجع؟ ما في الشيخ صح ولا غلط؟ ما في يعني واحد شجع النصر الآن يعني بدأ إلا واحد في سني تو يدري الكلام، معرفة الناس فقط في الميول يعني، ولا في واحد من شيخ أكثر يعني شيخ متعصب بعد، مو بس أنا الحمد لله ما أدري ولا صدقني حتى ما أدري من لعب ولا من متى لعبوا، لكن الميول من منذ القدم يعني من القديم كانت طبعا مع النصر. أنا في أولى متوسط أخذت جائزة الطالب المثالي، وكان جائزتها إني أحضر دورة الخليج الثانية عام 92. هذا انا ما رحت 92 هجري انا ما رحت لاني ما لي في الكوره. اعطيت الجائزه لاخوي وراح حضر الدوره. من ذلك الوقت طبعا نعرف ان نتكلم مع ايام ماجد وايام كاس اسيا وما كاس اسيا، وكنا في عز الشباب يعني زينا زي اي واحد ثاني. بقي هذا الميول بقي الى لا انا اتحدث على انه مطوع الشيخ المتدين، يعني في كثيرين من الناس الان يقول لك لا يا أخي ما يليق شيخ يشجع وحاط علمه، هل هذا يليق ولا ما يليق؟ هو العلم ولا حنا لازم نغير أيضا من ضمن الخطاب اللي أنت تقول نغير ومفروض نغير هذول الأشياء؟ العلم طبعا في شيء يليق وشيء ما يليق، نعم يكون تشيل علم وتوديه كذا، لكن تشجع أنا أحس على التشجيع. إيه التشجيع وش المشكلة؟ يعني على المتدينين الذين يشجعون سرا أن يكسروا الصمت، أن يكسروا الصمت وعلى مو بشرط بس كثير الحين بعدين تصريف آخر هلالي ولا نصراوي. لا لانه حتى يعني هل لانه النصر وضعه السنه هذه يعني مختلف في الدوري هو اللي دفعك للاعلان؟ لا لم يدفعني، انا طلب مني الحوار بالطريقه هذه يعني بطريقه الـ اننا نسولف مع المحرر. وطيب ليش ما يطلع هذا في 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 مقال نبين للناس ان ترى حتى المطاوعه يعني لهم ميول وقد يشجعون، ونعرف انا اعرف يعني اسماء اشخاص ميولهم وتعصبهم له متعصبين بعد فعلا. واحد لو اذكر اسمه يصير رنة يعني ويشجع النصر لا من فضل الله يشجع النصر من فضل الله فهذه سلامك الله يعني قد طبيعي وش المشكله يعني. انا ترى انا بشر يا اخي مثلي مثل غيري، لا يمكن اكون جامد الاحاسيس وممكن وعندي عيال ولازم اتفاعل معهم، واحيانا اجلس واشوفهم وش يشجعون وقد اميل لاحدهم. يعني هو هي النظرة السابقة هي اللي يجب أن تتغير؟ نعم. هذه المثالية اللي تحدثت عنها في السابق يجب أن هو رسم الصورة يعني حطها في تعليقها على جدار ويجب أن تكون. يقول لي واحد أنت تدخل المسجد ما تشوفك مبتسم، يعني أنا بدخل المحراب بصلي تبغاني متشقق؟ أنت قلت أنه سامي الجابر بينك وبينه مصاهرة، مصاهرة قريبة ولا ما أعرف ايش معنى مصاهرة. هو خال عبد الإله، هذه يعني كلمات متقاطعة، خال عبد الإله متزوج بنت أخت سامي. طيب عاد هذه نحل نفككها بعدين لكن هذا السنة هذه كرة القدم في حياة السعوديين مختلفة، في سواء صهرك سامي الجابر يعني يملأ صفحات الاهتمام يعني خليني أقول، أو الفريق الذي تشجعه فريق النصر أيضا يملأ الاهتمامات وبدأ يخرجون ناس كثيرين يشجعون النصر لم نعرف أنهم كانوا يشجعون النصر سابقا، وصارت الرياضة لها إيقاع عالي على حياة السعوديين. أنت إيش السر في وجهة نظرك؟ هو عودة النصر. هي عودة النصر هي اللي سببت كل هذه الأشياء يبدو لي والله أعلم. أول طبعا ترى لأن المسألة لازم منافسة، إذا كان نادي جالس كذا بدون منافس مهما كان جيدا. وش الرسالة اللي توجهها لصهرك؟ بضدها أقول الله يعينه الله يعينه. وأرجع لسؤال السائل نفسه اللي سألني قال تبي تأخذون الدوري هذه السنة؟ والله إن أخذوه فالحمد لله، وإن لم يأخذوه فليس شيئا يعني عجيبا. ليش مو في عجيب؟ تعودوا خلاص
شكرا لك.